مساء الخير. النهاردة بإذن الله هنبدأ أول حلقة من برنامج بتاعي الجديد، يا رب أفيدكم فيه. صحتك مع دكتورة رانيا السيد. أنا تخصصي الماجستير والدكتوراه استشاري العلاج الطبيعي لأمراض المخ والأعصاب في القصر العيني جامعة القاهرة. هحاول في البرنامج بتاعي أقدم لكم كل المعلومات، وكل هو تخصص صعب شوية، في مش كل الناس يعني تعرف معلومات كتيرة عن دور العلاج الطبيعي المتقدم جدا في الطب، وهل العلاج الطبيعي دخل في كل حاجة، يا إما كان بسبب إنه نقص المعلومات العلمية. والحمد لله يعني ربنا قدرنا ان احنا ناخد ان انا اخد الدكتوراه في تخصص صعب يعني زي ده، بحيث ان احنا نقدر نقدم لكم معلومات مفيده ونوريكم قد ايه العلاج الطبيعي داخل في علاج امراض كتير جدا، ونوريكم دور العلاج الطبيعي في امراض كانت ما بتتعالجش ولا في مصر ولا في الدول العربيه، كان لازم عشان تعالجها تسافر بره، وطبعا ده حاجة تكلفتها عالية جدا. فان شاء الله دلوقتي كل الأجهزة اللي كانت بره موجودة، والحمد لله العلم اللي موجود بره موجود في التخصص بتاعي، يا رب اقدر افيدكم ان شاء الله باذن الله. موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم عن الضعف الجنسي. يعني ايه ضعف جنسي؟ الضعف الجنسي طبعا هنتكلم عن الضعف الجنسي للرجال، ودور العلاج الطبيعي في علاج المشكلة دي. الضعف الجنسي هو ضعف الانتصاب، مما يؤدي إلى عدم القدرة على عمل العلاقة الزوجية، أو ضعف الانتصاب أثناء العلاقة الزوجية. إيه هي أسباب ضعف الانتصاب بشكل عام أو الضعف الجنسي بشكل عام؟ طبعا من أشهر الأمراض اللي بتسبب ضعف جنسي السكر، مرض السكر ده أشهر الأمراض اللي بتسبب ضعف جنسي. على فكرة القلق والتوتر والاكتئاب ممكن يعملوا ضعف جنسي حتى لو مفيش مشكلة عضوية. الحاجة الثالثة التدخين اللي هو الكتير، الكحوليات والمخدرات، عكس ما بعض الناس تفهم، يقولك في أنواع من المخدرات ممكن تطول ممكن تزود، لا ده بالعكس. الجديد في الأبحاث بقى المنشطات الجنسية مع الوقت بتعمل مشاكل هنشرحها بالتفصيل، ممكن تؤدي إلى ضعف جنسي. أمراض القلب والشرايين، الكوليسترول لو عالي ممكن يعمل يسد الأوردة والشرايين برضو، فممكن يسبب لنا ضعف جنسي. تمام، دي معظم يعني الأسباب اللي بتسبب ضعف جنسي. طبعا مع تقدم السن ممكن يسبب ضعف جنسي. مهم قوي قبل ما نتكلم عن العلاج نشرح ازاي اصلا بيحصل الانتصاب الطبيعي. معلش هو الموضوع طبيا الموضوع صعب شوية في الشرح، هحاول ابسطه لكم على قد ما اقدر. اللي بيحصل انه في ماده اسمها نيتريك اوكسايد، ال NO او النيتريك اوكسايد دي ماده بتزود الدوره الدمويه، يبقى احنا كده بنتكلم على حاجه ليها علاقه بالدوره الدمويه. الماده دي بتفرز من حاجه اسمها نون ادرينرجيك نون كولينرجيك نيرونز. كلمه نيرونز يعني، يبقى اذا عمليه الانتصاب تتطلب حاجتين، حاجه اسمها عندنا في الطب وهشرح لكم يعني ايه نيورو فاسكولار ميكانيزم، يعني انا عايزه اعصاب كويسه واوعيه دمويه قويه وكويسه، يبقى انا هم دول الدوره الدمويه والاعصاب هم محور العلاج او محور ازاي بيحصل الانتصاب الطبيعي. ازاي بقى بيحصل؟ في حاجه اسمها انه اللي بيحصل النيتريك اوكسايد اللي احنا قلنا ان هو بيفرز عن طريق الادرينرجيك والنون ادرينرجيك نيرونز دول، لما بيدخل الخليه اللي بيحصل؟ بيحصل استقطاب للكالسيوم كتير، فبيحصل للخليه حاجه اسمها هايبر بولاريزيشن، يعني استقطاب عالي. لما بيهايبر يعني بيعلى زياده عن اللزوم، بينتج ماده اسمها الكالسيوم تشانل بلوكر. خلينا نركز في اسم يعني في معلش في المصطلحات، لان ده هفهمكم ازاي هنعالج العيان او المريض او صاحب المشكله بعد كده.
خلاص. الكالسيوم شانل بلوكر دي دورها ان هي تعمل تمدد في الاوعيه الدمويه فتزود الدوره الدمويه، فنبقى حلينا الايه، فيحصل مع السكشوال ستيميوليشن مع يعني مع اي نوع من انواع الاثاره هيحصل تمدد بقى للاوعيه الدمويه عن طريق العمليه اللي احنا شرحناها دي كلها. طيب ده هيفيدني في ايه؟ ان احنا شرحنا ازاي بيحصل الانتصاب الطبيعي، عشان هنشرح دلوقتي ازاي بنستخدم كل الكلام اللي قلناه في العلاج عشان نقول للناس انه ازاي الموضوع وطريقه العلاج علميه، ما هياش كلام مرسل وما هياش كلام يعني كلام في مواضيع حساسه او كده، لا احنا بنتكلم على مشكله مرضيه حقيقيه وبنتكلم على علاجها، والمشكله المرضيه دي ممكن تسبب مشاكل في البيوت ومشاكل في الحياه الاسريه، فاحنا وتخلينا مش مبسوطين، فاحنا نعالجها كمشكله مرضيه. فاحنا شرحنا ازاي ده كفسيولوجي بيحصل جوه الجسم، مش بنتكلم في موضوع حساس، لكن احنا بنتكلم في مشكله وبنتكلم ازاي طريقه علاجها. طيب طريقه علاجها بعد اللي احنا شرحناه من المشكله دي، قلنا انه لما بيحصل الكالسيوم شانل بلوكر دي بتبقى موجوده بيحصل تمدد في الاوعيه الدمويه. اول حاجه هستخدمها في العلاج ان انا هحقن عن طريق عندنا جهاز، احنا اتكلمنا عن الاستقطاب الايوني للخليه، يبقى كل العمليه اللي بتحصل عشان يحصل انتصاب بتحصل عن طريق الاستقطاب الايوني للخليه. في جهاز امريكي اسمه ايونتو فوريزس. يعني ايه ايونتو فوريزس؟ يعني العلاج عن طريق الاستقطاب الايوني للخليه، خلاص عن طريق الايونات. فاحنا بنحقن الماده دي اللي احنا قلنا ان هي بتسبب ارتخاء للوعاء الدموي فيحصل فازودايليتيشن، يعني تمدد في الاوعيه الدمويه ودخول كميه دم كبيره. بنحقن الماده دي جوه الجهاز، والجهاز بيدخل الماده دي داخل الاوعيه الدمويه، بحيث ان احنا لما هيدخل الماده دي جوه الاوعيه الدمويه هيحصل تمدد للاوعيه الدمويه. مع جهاز اخر برضو هو امريكي، ده بيزود الماده اللي احنا قلناها في الشرح ازاي بيحصل انتصاب طبيعي، اللي هي النيتريك اوكسيد. هو ليه ويف لينث، يعني طول موجي معين بيزود الايه النيتريك اوكسيد اللي احنا شرحنا ان ليه دور مهم قوي في عمليه الانتصاب. وبنعمل وقلنا ان احنا ان عمليه الانتصاب متوقفه على حاجتين، اللي هي نيورو فاسكولار ميكانيزم، احنا اتكلمنا عن الاوعيه الدمويه، فاضل الاعصاب. طب ازاي الاعصاب؟ ان احنا عن طريق بنحط حاجه اسمها علاج بالموجات الكهرومغناطيسية، وده جهاز ايطالي. المفروض ان الجهاز ده بيعمل ايه؟ بيزود الالتئام بتاع العصب وبيعالج التهاب العصب. وحاجة اسمها فوتوثيرابي اللي هو العلاج الضوئي، ده بيعمل على التئام الاوعية الدموية المريضة. وجهاز تاني اسمه الموجات التصادمية او الشوكويف، ده بيعمل ايه؟ في فيسلز يعني اوعية دموية بتبقى خلاص باظت، تمام؟ هو بيعمل ايه؟ بيعمل دامج ليها، بيكسر الاوعية الدموية اللي باظت، ويعمل فبعد ما بتتكسر القديمه اللي باظت بيعمل ريفاسكولاريزيشن، بيحصل بينمو مكانها اوعيه دمويه جديده سليمه بقى، ما فيهاش الدمج اللي كان موجود، خصوصا في الناس اللي عندهم المشكله دي بسبب مرض مثلا زي مرض السكر والاوعيه دي باظت، او في كل الحالات، تمام؟ طيب ده العلاج بشكل عام لكل الناس اللي عندهم ضعف جنسي. طيب هنتكلم هل علاج هل ايه يعني هل سرعه القذف ليها علاقه بالضعف الجنسي؟ سرعه القذف مؤشر انه ممكن قدام شويه يبقى في ضعف جنسي. هنزود بقى مع الكلام اللي قلناه، اذا لقينا في سرعه قذف انه المصاب كده بسرعه يبدا، لان دي اشاره انه في ضعف جنسي، تمام؟ اذا ما فيش، اذا لقينا الموضوع ده متكرر بعيد عن التوتر، لانه ساعات بيبقى التوتر ده سبب لسرعه القذف. اذا الموضوع لقيناه متكرر ملوش علاقه بقى بانه المره دي كان فيها توتر، يبقى احنا كده اكيد في مشكله. في الحاله دي بنعمل جلسه بنقوي فيها مع مجموعه تمارين، بنقوي فيها مجموعه عضلات اسمها الكافيرنس موسلز، وعضلات الخد اللي هي العضلات المحيطه بالقضيب او العضو الذكري. بنقوي كل مجموعه العضلات دي بحيث ان هي ما تسهلش ان يحصل قذف سريع، مع مجموعه تعليمات بنديها للمريض في الحاله دي عشان ما يلجاش لمشكله. طيب السؤال الاهم بعد كده اللي لازم نطرحه،
هل الأدوية بتعالج الضعف الجنسي وإيه هي خطورتها؟ طبعا الأدوية المنتشرة في السوق الكتيرة قوي اللي هي بتروح تجيبها من الصيدلية حتى بدون روشتة، دي بتسبب ايه بقى، خطورتها في ايه؟ ان هي مش بتعمل تمدد للأوعية الدموية زي ما انا شرحت لكم في الاول للعضو الذكري فقط، هي بتعمل تمدد للأوعية الدموية بتاعت كل شرايين الجسم بما فيها شرايين القلب وشرايين المخ. عشان كده نسمع كتير جدا على كلمة ايه ده، هو جات له فجأة قلبه وقف بعد ما خد قرص من الأقراص دي، ده هو حصل ده مات فيها، ده مش عارفة ايه، لانه هي مش بتشتغل على الأوعية الدموية اللي خاصة بس بالعضو الذكري، هي بتشتغل على الأوعية الدموية بتاعت الجسم. فدي اول خطر انه بيحصل تمدد. ثانيا انه شباب كتيرة بياخدوها فبيعملين يعملوا تمدد في الأوعية الدموية، لو حد عنده ضغط عالي ممكن التمدد الزيادة ده يعمل انفجار في شريان، يحصل نزيف في المخ، ممكن ليها اثار جانبية كتير. طب الحل ايه؟ ان انا لو لقيت عندي ضعف انتصاب بسيط، طب ما انا اجي اعمل الجلسات. احنا لو احنا في الاول الموضوع مش هيحتاج اكتر من 4 لـ6 مرات، الا طبعا لو مريض سكر، لان مرض السكر بيأثر بيخلي الجلوكوز الزيادة ده بيتراكم على جدار الأوعية الدموية بيسدها خالص، فده اللي بيحتاج ممكن يحتاج 12 جلسة أو أكتر من 12 كمان كورس واثنين وتلاتة، لأن هو عنده مشكلة كبيرة شوية. أي حد تاني مش مريض سكر، لا ده من 4 لـ6 جلسات وتختفي المشكلة من غير ما تاخد أدوية، لكن كتر ما أنت بتاخد أدوية ده بيعمل مشاكل كتير. طيب المشاكل المشهورة بقى اللي بيسببها، وهتلاقوا يسمع كلامي تقريبا يعني المشاهدين اللي هم فوق من اول الـ60 وممكن كمان اقل من 60 في الجيل اللي فات كله، هتلاقيهم بيشتكوا فعلا على فكره ان هم عندهم المشكله دي، ان هم لما خدوا الادويه المنشطه جنسيا ايه اللي حصل؟ كلهم يا اما عندهم تضخم بروستاتا، لان هي بتعمل على ايه؟ ان هي تفضل تزود الهرمونات الذكريه، هرمونات الذكوره، فايه اللي يحصل؟ فعماله تعمل تضخم في البروستاتا، تضخم في البروستاتا. فالناس دي كلهم هتلاقي عندهم كل الناس اللي بيسمعوني هيعرفوا ان كلامي ده صح، انه هم بدا يبقى عندهم تضخم في البروستاتا، وممكن يتحول التضخم مع الوقت لاورام، قد تكون حميده وقد تكون خبيثه. في البروستاتا تتساوى الامراض الحميده وتتساوى الامراض الخبيثه، وفي معظم الاحيان للاسف بنضطر ان احنا نعمل استئصال، لان من ضمن الكومبليكيشنز الكبيره اللي ممكن تحصل ان ممكن يحصل انسداد لمجرى البول، ويعني لو انسد مجرى البول خلاص السموم هتتحوش في الجسم وممكن يموت فيها. ففي الحل ده حتى لو الاورام حميده بيضطروا يستأصلوا البروستاتا، وطبعا ده بيبقى ليه مشاكل كبيره، منها طبعا السلس البولي وحاجات عايزه حلقه لوحدها ان شاء الله هنتكلم عن السلس البولي الحالات فيما بعد. طيب هل الأدوية المنشطة جنسيا دي ممكن تفيد مريض السكر؟ لا، مريض السكر بالذات هيدخل يقول لي دكتوره انا مهما خدت دواء غير البني يعني غير الانسان اللي ما عندوش السكر، انا مهما خدت منشطات جنسيه انا اصلا ما بيحصليش انتصاب. كلامه صح. او الناس اللي هم يعني اللي هم المدمنين الكحوليات او المخدرات بعد فتره ما بيأثرش معاهم ايه المنشطات الجنسيه. في السكر ايه اللي بيحصل؟ انه السكر عمال يتراكم على جدار الاوعيه الدمويه فبتكون اتسدت اصلا، فالدواء يعني عمال يعمل تمدد لشرايين اصلا كلها مقفوله، فيقول لك فده طبعا ملوش حل غير ان هو يعمل الجلسات. والناس اللي هم ما هماش مرضى سكر برضو بننصحهم لعمل الجلسات، بلاش الادويه، لان الادويه يا جماعه تكرارها من غير لازمه زي ما قلنا بتعمل تمدد في الشرايين بتاعت الجسم كلها، منها شرايين المخ وشرايين القلب وشرايين كتيره خطر، وممكن تعمل مشاكل كبيره جدا. والحاجه الثانيه انه تكرار الادويه ده ممكن يعمل تضخم في البروستاتا. هل ايه هي اهميه العلاج المبكر؟ ان احنا طبعا كل ما تعالجنا بدري هيبقى بنقول 4 لـ6 جلسات، كل ما اتاخرنا بقى 12 جلسه، لا بقى كورس 12 جلسه تانيين، كل ما احنا المشاكل اقل. تمام.
طيب ايه تأثير المعتقد اللي بيقول ان المخدرات زي الحشيش وزي الترامادول ده ممكن يطول المدة وممكن لا؟ كل القصة ان العضو الذكري بيكون حصل له تخدير كامل، فالانسان ده بيبقى مش حاسس، فمع الوقت بيحصل التهاب في مجرى البول وفي القناة وفي قناة الدورة الدموية بتاعته، مع الوقت بيحصل له عجز جنسي كامل. يبقى اذا الموضوع ده خطر جدا وممنوع حتى نجربه لزيادة الموضوع ده، بالعكس ده بيعمل التهابات وبيعمل إجهاد. طيب سؤال تاني، هل بقى احنا لو بعدنا عن المخدرات والحاجات دي، في سؤال الناس كتير بيسألوني فيه، هل تعدد الجماع يؤذي الصحة؟ لا، لو احنا ما بناخدش مخدرات وما بناخدش اي حاجة من الحاجات اللي احنا قلنا عليها، بالعكس ده هيزود بيزود افراز السيروتونين من المخ، وده هرمون مسؤول عن السعادة وتحسن المود والنوم بشكل كويس، وطبعا وهيعزز العلاقة الزوجية بين الطرفين، فده ما فيهوش مشكلة زي ما الناس فاهمة، طالما ما بنعملش ده بطريقه زي المخدرات. في منتجات بقى زي اللي بيقولوا عليها في الاعلانات، مش عارفه العسل الاسود، احنا لسه شارحين ان السكر بيوصل لعجز جنسي، فبعد ال 35 لو انت جيت تاخد اللي هي العسل والحاجات دي مع تكرارها ممكن تعرض نفسك لخطوره الاصابه بتاعت مرضى السكر. المفروض ان احنا عارفين كلنا ان احنا بنخلي بالنا من اكلنا بعد ال 35، بنقلل السكريات، بنقلل بقى الدهون، بنقلل الجانك فود، بنقلل الحاجات دي، فاحنا ما نجيبش نقول عسل اسود وعسل ابيض ونحط عليه ناخده بكميات كبيرة، قال ده هيزود الموضوع. خلاص، اتمنى ان شاء الله اكون فدتكم في حلقة النهاردة، ولو حد عايز يعرف اي معلومات زيادة ممكن تدخلوا على اليوتيوب وتعملوا لايك وسبسكرايب القناة بتاعتنا دكتورة رانيا السيد عبد العليم. يا رب اكون فدتكم، واشوفكم ان شاء الله في برنامج صحتك مع دكتورة رانيا كل يوم خميس باذن الله في نفس الميعاد.